السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة لمرضانا على مستوى العالم العربي عامة وفي مصر خاصة إطلاق دعامة AMS700 الهيدروليكية في مصر. بداية محدثكم الأستاذ الدكتور أسامة كمال شعير، رئيس جمعية الشرق الأوسط لطب الصحة الجنسية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية. أمرين، الأمر الأول هو ما هي الدعامة الهيدروليكية، وثانيا ما هي دعامة بوستون ساينتيفيك AMS700 الهيدروليكية وما هي مميزاتها. الدعامة الهيدروليكية هي أداة تزرع داخل العضو الذكري لإكسابه صلابة كاملة ما شاء الله لحالات ضعف الانتصاب الشديدة التي لا تستجيب للأدوية. يتم من شق صغير زرع جهاز طبي معين داخل العضو الذكري لا يظهر إطلاقا للعيان، يستطيع من خلاله الشخص التمتع بقدرة جنسية هائلة مدى الحياة مع الاحتفاظ باللذة والمتعة والإثارة وما إلى ذلك. فتتغير طبيعة الحياة تماما، شخص كان لديه ضعف انتصاب شديد أصبح الآن يتمتع بقدرة جنسية تفوق الشباب ما شاء الله، ومدى الحياة في أحوال كثيرة. أما عن الدعامة الهيدروليكية قبل النظر إلى بوستون ساينتيفيك AMS700 في حد ذاتها، فالدعامة الهيدروليكية هي أحد أنواع هذه الدعامات أو هذه الأجهزة التي تزرع داخل العضو الذكري. تتميز بأنها تضاهي الطبيعة، يعني تكون مرتخية في الأساس وبالضغط على جزء داخلي داخل الجسم يعرفه المريض تنتصب وتبقى منتصبة لأي فترة يشاءها المريض، حتى ولو ساعات متواصلة تبقى منتصبة بصلابة كاملة دون أي تغيير في اللذة أو المتعة. هذه الدعامة هي داخل القضيب استوارتين تؤديان إلى هذه الصلابة، وهذه هاتين الاستوارتين تمتلئان بسائل داخلي، هذا السائل موجود في جزء داخل البطن، ويتم التحكم في مرور السائل ما بين الخزان الذي داخل البطن إلى اسطوانات القضيب عن طريق مضخة في كيس الصفن. إذن ثلاثة أجزاء، ولهذا تسمى الدعامة الهيدروليكية ثلاثية الأجزاء، اسطوانتين في القضيب، خزان داخل البطن، ومضخة تتحكم في مرور السائل. كل هذا يتم زراعته بحرفية شديدة من فتح صغير لا يتجاوز 3 إلى 5 سنتيمترات، عادة ما يكون في كيس الصفن في كيس الخصية. من هذا الفتح الصغير وخلال مثلا نصف ساعة إلى الساعة على الأكثر يتم توزيع هذه الأجزاء بسهولة، طبعا لمن يسرها الله عليه، داخل العضو الذكري والبطن والخصية، ويتم الخروج من المستشفى في اليوم نفسه أو في اليوم التالي مباشرة. إذن أمر يسير ولله الحمد. الدعامات الهيدروليكية تنتجها على مستوى العالم 3 شركات: بوستون ساينتيفيك، كولوبلاست، وريجيكن. وهناك دعامة قادمة من شركة زفاير. شركة بوستون ساينتيفيك هي الأقدم والأكثر عراقة في هذه الشركات مجتمعة، يعني أول من أصدر دعامات للعضو الذكري كانت شركة تدعى American Medical Systems AMS، وقامت بالاستحواذ عليها شركة بوستون ساينتيفيك، وهي شركة عالمية يعني تنتج الكثير والكثير والكثير من المنتجات الطبية المتطورة جدا في كل مجالات الطب بما فيها القلب والمسالك البولية وغيرها وغيرها وغيرها، فهي تعتبر يعني من الشركات العملاقة. قامت شركة بوستون ساينتيفيك بالاستحواذ على شركة American Medical Systems، وقامت بضخ الخبرة والمال وما إلى ذلك لتطوير المنتجات، بحيث صارت شركة American Medical Systems جزءا من الشركة العملاقة بوستون ساينتيفيك. كما ذكرنا هناك 3 أنواع من الدعامات الهيدروليكية مقدمة من الشركات الثلاث المذكورة. لنتكلم عن شركة أو دعامة AMS700 بوستون ساينتيفيك AMS700. هذه الدعامة منها نوعية تسمى LGX. هذه النوعية تتميز بارتخاء كامل، ثم عندما تنتصب تتمدد طولا وتتمدد أيضا عرضيا، فإذا تتمدد طوليا وعرضيا. طبعا هذا يؤدي إلى الحصول على أكبر حجم ممكن يستوعبه القضيب. في النهاية نحن محدودون بخلقة الله سبحانه وتعالى
من ناحية الأنسجة التي خلقها الله، لكن نحاول قدر الإمكان الوصول إلى أكبر تمدد من ناحية الطول والعرض. فهذه الدعامة تحقق ذلك، التمدد الطولي والعرضي، فهذه هي الميزة الأولى. وقبل أن نتحدث عن بقية المميزات لنرى ذلك عيانا بيانا، سنعرض لكم الدعامة نفسها، ثم ننصحكم بالحصول على الشهادات المسجلة من مرضانا التي يتطوعون فيها ويتبرعون بعرض كيفية أو كيف يكون الشكل بعد زراعة الدعامة. تستطيع ذلك بالتواصل مع رقم السكرتارية على الواتساب الموجود في شرح الفيديو وطلب الشهادات المسجلة، وسيقوم سكرتير العيادة أو سكرتير المستشفى بإرسال هذه الشهادات المسجلة إليكم. لكن الآن لنتعرف على ذلك من خلال الموديل الخارجي. هاتين هما الأسطوانتين التي توضعان داخل العضو الذكري، ولهما قياسات متعددة، كما نرى أنها مرتخية تماماً، رخوة تماماً. وهذه هي المضخة التي ذكرناها، توضع بجوار الخصيتين. فلنشاهد الآن بالضبط على هذه المضخة كيف يحدث التمدد الطولي والعرضي في القضيب، يعني إعجاز علمي ما شاء الله. عملية الضخ هذه تستغرق ثواني، يعني أقل من دقيقة، في أغلب الأحوال تستغرق حوالي 30 ثانية فأقل. فكما ترون هناك تمدد طولي وتمدد عرضي، بحيث تصل إلى الحد الأقصى لاستيعاب الأنسجة الطبيعية التي خلقها الله لمريضنا، مع صلابة شديدة جدا، فلا تنثني عند الضغط إطلاقا، فتكفل قدرة جنسية هائلة. أما إذا رغبنا في الإرخاء فيكون بالضغط على هذا الزر ضغطة واحدة فقط. فيرتخي القضيب تماما. وهذه هي الأجزاء المكونة للدعامة. كما ذكرنا هناك الأسطوانات والمضخة والخزان. هذا الخزان يوضع داخل البطن من فتح أو شق جراحي صغير. هناك مميزات إضافية إلى جانب الصلابة العالية والتمدد الطولي والتمدد العرضي، فإن الدعامة مغطاة بنوعين من المضاد الحيوي، مما يكفل مقاومة للالتهابات، وبالتالي تخفيض احتمالية لفظ الدعامة. هي احتمالية شديدة الانخفاض، تزداد انخفاضا أو تقل أكثر وأكثر مع وجود هذين النوعين من المضاد الحيوي. ميزة أخرى وهي أن الخزان الخاص بهذه الدعامة، خصوصا في دعامة AMS 700، هو منطبق فلات، وهذا يكفل إمكانية وضعه في جدار البطن الأمامي دون بروز، فهذه ميزة إضافية. طبعا أضف إلى ذلك ميزة العراقة الكبيرة، يعني هذه الشركة لها عقود وعقود وعقود من الزمن، وتعتبر من أشهر الشركات على المستوى الدولي. فطبعا هنيئا لمرضانا بهذا الفتح العظيم، وإن شاء الله سوف أجري يوم 3 ديسمبر 2024 أول جراحة لزرع دعامة AMS 700 بمصر، لأول مرة بمصر إن شاء الله، ويلي ذلك إن شاء الله جراحات وجراحات وجراحات مني ومن زملائي.
هذه الجراحة التي سأجريها ستكون ضمن ورشة عمل لتدريب الأطباء، يحضرها حوالي 30 طبيبا متدربا من كافة أنحاء العالم العربي، ضمن فعاليات مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لطب الصحة الجنسية التي يتشرف برئاستها. مؤتمرنا السنوي سينعقد هذا العام بالقاهرة في 5 و 6 من ديسمبر 2024، وعلى هامشه ستكون هناك دورات تدريبية للأطباء. الأولى هي دورة بوستون ساينتيفيك يوم 3 ديسمبر بإذن الله، يليها عدة دورات تدريبية يوم 4 ديسمبر بإذن الله، ثم المؤتمر في 5 و 6 من ديسمبر. ونسأل الله لأطبائنا الاستفادة القصوى من هذه الدورات التدريبية، وأن يذكرونا في دعائهم، ونتمنى لمرضانا جميعا الشفاء والاستفادة القصوى من هذه الخيارات الرائعة. وطبعا نذكر بأن الدعامات 3 شركات في غاية العراقة ولها سمعة رائعة على المستوى الدولي، وتتنافس منافسة شديدة لتطوير منتجاتها لمصلحة المريض. لا يوجد ما يسمى بالدعامة المثالية أو الدعامة الأفضل على الإطلاق، ولكن هناك مميزات نسبية ما بين هذه وهذه وتلك، والاختيار يعتمد على طبيعة المريض وطبيعة احتياجاته، وهو ما يقيمه الطبيب الخبير. ولهذا فإننا لا ننحاز لهذه الدعامة أو تلك، وإنما لكل مقام مقال. فأبشروا خيرا، ولكل مرضى ضعف الانتصاب الذين لا يستجيبون للدواء، لتعلم أن هناك علاج حاسم لهذا الأمر في حالة عدم الاستجابة للأدوية. تتمتع إن شاء الله عن طريق جراحة الدعامة بقدرة جنسية كاملة وهائلة. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.